الفن وهي دي مهمة التطور اللي بيحصل في الفن والغناء السوداني بشكل عام، اللي بيعكس الثقافات السودانية. تحية صباحية لكل الكورال فردا، وتحية كمان لكل القبائل النيلية على امتداد نيلنا الحبيب، وتحية صباحية نبعثها لكل المشاهدين داخل وخارج السودان. برنامج الصحة والأسرة والمجتمع ذخير بالعديد أو ذاخر بالعديد من الفقرات والموضوعات المهمة. والآن في أولى مساحات برنامج الصحة والأسرة والمجتمع، يعني عمل الخير شيء متعارف عليه في العالم وشيء متعارف عليه سمة من سمات الشعب السوداني. اليوم احنا حنكون يعني ضيوف شرف، هم ضيوف شرف علينا واحنا ضيوف شرف على منظمتهم كمان، كلنا معا. هي المنظمة اليوم حتكون يعني هي ضيفتنا داخل الاستوديو، حتعرفنا عن نفسها، حتعرفنا عن مستقبلها، تكوينها، اهتماماتها، وليه تحديدا جاء مسمى كلنا معا. ولكن هذا عن طريق يعني الدكتورة نجوان عبد الحميد شمس الدين، مدير منظمة كلنا معا، وكمان الأستاذة بجامعة الأحفاد في مجال علم النفس والتربية الخاصة. ضيفة كريمة عزيزة علينا داخل الأستوديو، مرحبا بك يا دكتورة. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي الحقيقة قناة أنعام أنغام، الاهتمام بالطفولة والأسرة، و اللي هي قضايا الأسرة والطفولة والأسرة هي بينعكس على المجتمع طبعا. صحيح. فبنحيي الاهتمام بهذه القضايا اللي هي الهامة واللي بتحتاج لتضافر جهود في حل هذه القضايا. الله يخليك، تسلم يا دكتورة نجوان. ونبدأ مباشرة مع منظمة كلنا معا. يعني السامع لاسم المنظمة بيقوم بيجيف شوية كده ويجي يعرف انتو الاسم الحركي بتاع المنظمة جبتوه من وين، ويعني عمدتوا للدارجية او للعامية السودانية. دايما يعني انت لو دارت خاطب الشعب السوداني بتلمسه بلغة العامية الجميلة الشفيفة اللي بيتعامل بها. حقيقة المنظمة هي شاملة لبرامج عديدة، فيعني بالناشد كلنا معا ان بنناشد كل المجتمع انه هم ينضموا لهذه المنظمه، ونكون كلنا معا في خدمه المجتمع. ده من هنا جاء اسم كلنا معا. نعم. طيب نخش طوالي مباشرة للمنظمة نفسها. أنا بعرف إنه الحاجات دائما بتتمرحل، بتبدأ مبادرة، بتبدأ فكرة، بعد ذلك بتمشي لمبادرة، بعدها بتتمرحل بتوصل منظمة، وبعدها بتنتشر للعالمية والتوأم الخارجية كده. الفكرة ذاتها جاتكم من وين؟ والفئات اللي انتوا يعني حاولتوا ما شاء الله توصلوا لها لحد ما تكبروا وتبقوا منظمة؟ الحقيقة من أهداف المنظمة هي تقدم خدمات لخدمات نفسية اجتماعية أكاديمية لفئات مختلفة من المجتمع. أيوة. يعني خاصة الفئات الضعيفة. فأكثر حاجة مستهدفين الطفولة، الطفولة بأنواع مختلفة، الفئات المختلفة، المشردين، النازحين، مجهولي الوالدين، وذوي الإعاقة. أيوة. وأيضا بنقدم برامج تدريبية في مجالات مختلفة، مجال الإرشاد النفسي ومجال هو ده الشيء يعني اللي استوقفني أنا، لأنه أنت أستاذة في جامعة الأحفاد. نعم. فيبقى بالتأكيد حتكونوا استخدمتوا التخصصات اللي أنتوا. نعم. شغالين عليها. الحقيقة المنظمة شاملة عدد من التخصصات مختلفة يعني. أيوة. لكن معظمها في مجال علم النفس وال طيب. إرشاد. علم النفس والإرشاد النفسي. طيب إحنا نقوم نشوف إنه أنتوا الفئات نفسها اللي أنتوا استهدفتوها اللي أنت ذكرتها لنا قبل شوية، اللي هي فئات أول حاجة الوصول لها ما سهل، ما بيكون في متناول اليد زي ما أنتوا ممكن أنت تكوني بترعي مثلا منظمة بتهتم بالأيتام، بتعملي حصر لعدد الأسر أو لعدد الأيتام، وأنت بتمشي يعني بقلب زي ما بيقولوا جامد وبتنفذ المشروع بتاعك. بس الفئات اللي أنتوا يعني ركزتوا عليها شوية صعبة الوصول لها، يعني أحيانا الواحد بيمشي للدور بتاعتها، لكن برضك عشان أنت توصل وتعرض خدماتك بيكون فيها نوع من التحفظ كده. نتكلم على الجانب ده. الحقيقة يعني ما فيها صعوبة، لأنه يعني أنا كنت في فترة من الفترات أمين مجلس رعاية الطفولة في ولاية الخرطوم يمكن 11 سنة. ساعدك كثير جدا. فده ساعدني على أنه أكون عارفة المشاكل شنو. يعني غبت فترة برا وجيت راجعة،
اللي بيشتغل في المجال ده الحقيقة ما بيقدر يسيبه، طبعا خاصة الفئات الضعيفة دي. يعني بتلقي نفسك قدمت خدمة لفئة محتاجة لك، يعني ف يعني الوصول لهذه الفئات ما كان فيه صعوبة. أيوة. لأنه العلاقة كانت قديمة، وحتى كل الأعضاء يعني عندهم دور، لعبوا دور في هذا المجال يعني. طيب. فمثلا أديك أمثلة في مجال الأسر البديلة للأطفال مجهولي الوالدين. أيوة. ده مما بدأ يعني بديناه مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مع مجلس الطفولة، مجلس الطفولة القومي. أيوة. فالآن إحنا أعضاء المنظمة، هي عضو في الآلية اللي هي كونة المجلس القومي لرعاية الطفولة ومجلس ولاية الخرطوم. أيوة. فبنقدم برامج كثيرة في المجال ده. يعني بدينا معاهم الآن. أيوة. بعد اشتراكنا في انضمامنا للآلية أنا. بدينا برامج اللي هي توعية المجتمع عن حقوق هؤلاء الأطفال. عن أنا طبعا يعني البرامج دي يا دكتورة نجوان أنا جاياها لكن دايرة أجيف على العضوية نفسها يا دكتورة، بما إنه أنت يعني المنصب اللي كنت شغلتيه لمدة 11 سنة هو سهل كثير من إنك أنت تقدري توصلي للفئات، ولكن خلينا نتكلم عن العضوية. يعني العضوية هي بتتكون من كم؟ أول حاجة المنظمة القام على أمرها من فترة ولادتها لحد ما أنتم ما شاء الله بقيتوها منظمة، وعمركم كم حتى الآن؟ الحقيقة كثير من الأسئلة جاية ورا بعضها. طويل يعني بدينا يعني تقريبا سنة ونص. سنة ونص مما بدينا. ما شاء الله عليكم أنجزتوا كثير. مجموعة من التخصصات ويعني اجتمعات وفكرت إنه كيف. طب الفئات العمرية يا دكتورة اللي أنتوا المستهدفين؟ لا اللي أنتوا حاليا معكم في المنظمة في تباين ولا مقتصرة على دكاترة فقط؟ أبدا مقتصرة على كبير. في شباب، في دكاترة، في إعلاميين، فيها يعني العضوية هي حسب شروط التسجيل. المنظمات في ولاية الخرطوم سجلنا في ولاية الخرطوم والاتحادية. ولاية الخرطوم بيكون فيها عضوية 50. أيوة. فالخمسين دي من فئات مختلفة ومن أعمار مختلفة. طيب. وتخصصات مختلفة. وأيضا نفس الشيء الاتحادية. التسجيل. أيوة. بتم ب30 عضو. صحيح. نفس الشيء من نفس الاعضاء دي كانت في اخذنا 30 عضو وسجلناها في الاتحاديه. طيب يا دكتوره نجوان عبد الحميد مديره منظمه كلنا معا، وكمان استاذه بجامعه الاحفاد علم النفس والتربيه الخاصه، انا بجد ترحب بك داخل الاستوديو. وكمان انا عايز اجيف على الخمسين عضو الموجودين داخل منظمة كلنا معا عشان تبقى التوليفة اللي هسي انت جاية ممثلها دي. 50 نفر كان اجتماعكم سهل؟ بدأ الفكرة جروب داخل مثلا سوشيال ميديا، بدأتوا فكرتكم كيف؟ اجتمعتوا كيف 50؟ والله بدأت صداقة مع مجموعة كده، يعني في مجموعة من بدري كانت أصلا صداقة بينهم، وبدأت الفكرة لما نكون اول منظمه جمعيه كده. في الاخر فكرنا فيها انه نكون منظمه ونستفيد من العضويه من المحليات المختلفه. ايوه. يعني حسب العضويه ما بس في 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 الخرطوم ولا بحري ولا كده، لكنها اخذنا من جبل اولياء، اخذنا من عضويه من الهم مهتمين في المجال ده، في يعني المجال، سواء في مجال الطفوله، سواء في مجال الاسره، او في مجال الاعاقه. فكانت العضوية يعني جامعة لكل الفئات دي، ومهتمة بالقضايا اللي يعني اللي احنا طرحناها عليهم. والحمد لله المنظمة مشت، يعني مشت بطيئة. أيوة. لكنها الحمد لله ماشية يعني. طب يلا، المنظمة يا دكتورة بالتأكيد بتحتاج لدعم، لو كان مادي، لو كان نفسي، لو كان عملي. نحن ناخذ الجانب المادي لانه دائما المنظمات بيكون عندها مشكله في الجانب المادي. فالجانب المادي يعني 50 عضو مختلف التخصصات اجتمعوا مع بعض وعملوا المنظمه. الفكره بتاعت حل مشكله الماليه حليتوها كيف؟ والله حليناها بانه استقطبنا الدعم.
عندنا اشتراكات طبعا الأعضاء المفروض يساهموا بها. أيوة. بعدين قدرنا نستقطب الدعم من على من 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 منظمات، يعني أيوة. يعني مثلا علاقتنا بمجلس رعاية الطفولة، دخلنا معهم في برامج وهم مدونا بدعم لمشروعات أنجزناها الحمد لله. أيوة. ولسه مستمرة، يعني لسه انتم حتتواصلوا على الموضوع، متواصلين على الموضوع مع جهات أخرى كمان. يعني بدينا نعد مشاريع عشان نعرضها نسويها للمنظمات، بتجيب دخل كويس، بتجيب الدخل وبتمشي المنظمة. يعني طيب، دي أهم شيء. المنظمة في حد ذاتها، الجهات اللي انتوا استهدفتوها او الفئات اللي انت استهدفتيها من خلال المنظمة اللي انتوا قايمين على امرها، شكل البرنامج بتاعكم بيكون عامل كيف؟ والله هي حسب البرامج اللي احنا يعني احنا واضعين خطط، عندنا خطة. أيوة. يعني في برامج محددة، يعني في برامج مثلا المشردين شنو خطتنا، أيوة. في برامج الأسرة البديلة شنو، في مجال المعاقين شنو، في مجال الإرشاد الأسري. بالمناسبة كمان أنشأنا مركز تدريب وسجلناه في وزارة التنمية البشرية عشان يساعد يغطي المنظمه، يساعد المنظمه يعني. أيوة. فده بيكون فيه احيانا بيكون في تدريب ممول من وزاره التنميه البشريه. أيوة. واحيانا بيكون في تدريب ممول من الجهات المشاركه. ايوه، ف يعني الحمد لله ماشي برامج التدريب بالاضافه للمنظمه كان عملها المنظمه. طيب. احنا قبل ما ندخل نشوف شكل البرمجه نفسها قاعد يكون كيف، خلينا نعرف انه المقر بتاع المنظمه، يعني من خلال هسه الحلقه بتاعتنا دي اذا في شخص عنده النيه انه يشارك في منظمه كلنا معا، مقركم وين، يوصلوكم كيف؟ احنا مقرنا في بحر الاملاك، شارع. أيوة. البلديه في المحاميد او جوار المحاميد ولا في المحاميد؟ هو بين شمال المحاميد وجنوب سينما حلفايه. ايوه، جنب مخبز سيجا. وبعدين كمان في بنك الخرطوم شارع البلديه برضه، في يعني في نفس الشارع. طيب، ف لكل الراغبين يحاولوا يوصلوا، لكل الراغبين. ونحن زي طبعا عندنا حسه معلنين عن دوره تدريبيه في مجال التنويم المغناطيسي. المغناطيسي حيقدمها لنا الدكتور اسامه احتمال الأسبوع الجاي، وبنعلن عن هذه الدورات. وبيكون في خرطة في عندنا، ما عندنا الموقع الحقيقة، لكن في موقع في الفيس، وبناشد يعني إنه الناس تشارك في هذه، خاصة الشباب. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب من خلال الحلقة دي الناس تشارك. نحن نمشي مباشرة نتكلم عن إنه المنظمات دائما بتزعى لإنه يكون في توأمة ما بينه وما بين منظمات تانية ناجحة، بقصدي إنه الناس يعني زي ما بقولوا الإيد الواحدة ما بتصفق. لما الناس تجتمع مع بعض، العمل اللي ممكن تنجزه منظمة واحدة ممكن يأخذ منها شهر أو شهرين، ممكن مع منظمة تانية ما يأخذ أكثر من 15 أو 16 يوم. فمن خلال إدارتكم للمنظمة اللي هي نحن ما بنقدر نقول وليدة لأنها تمت ما شاء الله عليها سنة، ف من خلال الفترة دي ما حاولتوا تعملوا توأمة بينكم وما بين أي منظمة تانية، أو انتبهتوا لأنه في منظمات تانية ناجحة ممكن أنتوا تشاركوا معها؟ والله بدينا يعني الآن نحن أعضاء في منظمة اليونيسيف، عندهم برنامج اسمه الحماية. أيوة. حماية الطفولة. أيوة. وإحنا أعضاء وبنحضر الاجتماعات مستمرة، ويعني بنعد برامج نقدمها لهم في مشاريع التمويل. أيضا في يعني مجلس الطفولة الحقيقة في آليات أو لجان مشتركة، يعني مثلا المشردين في عدد من المنظمات مشتركة في البرامج فمكملة لبعضها. يعني أيوة. المشروع الواحد أنت ما بتقدر، المنظمة بتقدر تنجزه من غير ما تكون في شراكات. أيوة. خاصة مجال زي مجال المشردين ده محتاج ل مجهود كبير، شراكات كبيرة ومجهود كبير. فما لم تشارك فيه الجهات اللي هي مسؤولة عن الطفولة، فالبرامج ما بتقدم وما بيمشي لقدام يعني. طيب دكتور نجوان، مستقبليا رؤيتكم للمنظمة، منظمة كلنا معا، ان شاء الله لقدام حنشوف شنو منها؟ والله إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يكون في أفرع تانية، وإن شاء الله يكون في برامج تدريبية مكثفة، ما بس للأطفال المهنيين،
للطلاب للخريجين، يعني بيتصلوا بينا بخريجين بيقولوا احنا تخرجنا لكن ما عارفين قرينا النظري ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذا فمحتاجين لانهم يعني لتنوير ولتوعية ول يعني برامج إرشادية كمان لمستقبلهم. جاي علينا مناسبات كثيرة في السنوات، في أعياد وفي شهر رمضان المعظم، فتجهيزاتكم وترتيباتكم لها شو؟ والله تجهيزاتنا بنحاول نستقطب للأسر الفقيرة وللأطفال في المناطق النائية، يعني هي وجبة لرمضان مثلا أو ملابس عيد أو كده. أيوة. لكن يعني خلينا نتكلم شوية عن البرامج يعني اللي هي مهتمين بها احنا اكثر، يعني يمكن في برنامجين حسا ماشيين ونتمنى انه يمشوا لقدام وتكون في إرادة سياسية قوية. اللي هم شنو البرنامجين اللي بادين فيهم؟ برنامج اصلا قائم من بدري لكن حسا حنطوره لانه فيه مشاكل، يعني اللي هو برنامج البرامج الصديقه، المراكز الصديقه للاطفال اللي هو ده برامج المشردين. أيوة. يعني ما عايزين نسميه مشردين، عايزين صديقه للاطفال. فالبرامج دي بتستقطب الاطفال من الشارع، تعمل لهم برامج دعم نفسي واجتماعي، يعني بلعب برسومات باشياء زي دي لغايه ما هم يتعودوا على انهم يعني يكون في مقر. ايوه يجوا المقر. هي دي مهمه ما سهله. ما سهلة أبدا يعني، لكن الحمد لله إنها ماشية لها سنين، بس هي مدهورة شوية محتاجة لدعم والتفاتة أكثر. إن شاء الله. فالأطفال ديل بعد كده بنحاول نغريهم للتعليم، تجذبيهم للتعليم، تشوفي مستواهم وين. أيوة. وأهم شيء كمان تعرفي هل عندهم سكن، هل عندهم أسرة، يعني بنعمل دراسة في البداية. يعني عدينا الآن برنامج دراسة مسحي لهؤلاء الأطفال. أيوة. داخل ولاية الخرطوم تحديدا. داخل ولاية الخرطوم، هي جاهز بالخرطوم. ولاية الخرطوم طبعا معظم الأطفال بيجوا بيقولوا خلاص هنا في لقمة العيش وفينا في الشغل طبعا وكدا. طبعا فبيجوا من الأقاليم عدد كبير من الأطفال. ف يعني بنشوف كمان بعد الدراسة اللي هي بتشمل كمان أسرهم، إذا عندهم أسرة ولا ما عندهم، ونشوف حتى لو ما في أسرة نشوف أسرة من القبيلة نفسها إذا تحتضن الطفل ده ونقدم له دعم نفسها، الأسرة يدعموها حتى إنها تستطيع يعني تحتضن هذا الطفل ويكون عايش معاها، وفي نفس الوقت ممكن أديه فرصة يشتغل شغل بسيط طبعا ملائم لسنه ويقرأ في نفس الوقت. لكن يا دكتورة نجوان، المشروع بقدر ما هو جميل وبقدر ما إنه يعني مستقبليا فائدته بتكون أعلى، لكن فيه طلاسم كبيرة جدا وفيه مشاكل خفية. يعني أنت بتقدر تحدد إذا كان عند الطفل أسرة ولا لا، إذا بينتمي لمكان محدد ولا لا، لأنه كثير من الصحف وكثير من الدراسات السابقة الموضوع ده بتؤكد إنه من المحتمل تكون هي عبارة عن عمالة لها جوانب تانية أخرى وقضايا يمكن إحنا لسه ما طرقناها أو ما تطرقنا لها، لكن موعودين إن شاء الله من خلال قضايانا والملفات اللي بنفتحها إن شاء الله حنتطرق لها ونتأكد إذا كانت هي فعلا هي عبارة عن منظمات هي بتشتغل ولا لا. أنا شكرا جدا يا دكتورة نجوان لوجودك معي داخل الأستوديو، نجوان عبد الحمد شمس الدين مدير منظمة كلنا معا وكمان أستاذة بجامعة الأحفاد مجال علم النفس والتربية الخاصة، كنت ضيفة كريمة عزيزة علينا أنت ومنظمة كلنا معا. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله عبر برنامج الصحة والأسرة والمجتمع، نورتينا وشرفتينا. شكرا جزيلا. لكن المواضيع كانت كثيرة وكنت أتمنى أن نتكلم خاصة عن الأسر البديلة للأطفال مجهولي الوالدين، لأن هذا موضوع كمان شيك وكبير جدا ومحتاج لي مزيد من التوعية. أوعدينا بأنك نحن والمشاهدين تكوني ضيفة كريمة عزيزة علينا في الأسابيع الجاية بإذن الله إن شاء الله. وشكرين جدا لمنظمة كلنا معا، خليكم معانا وما تمشوا بعيد، نحن لسه متواصلين في برنامج الصحة والأسرة والمجتمع على العديد من الموضوعات.